16 149 ده رقم غرفة العمليات 16 مع مباشرة. فضلا عن وسائل الاتصال بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، إما أن ترسل برسالة إلى رقم 51 51 تضع بها الرقم القومي فتستقبل رسالة مباشرة بها لجنة موقع اللجنة ورقم اللجنة، أو الاتصال برقم 141 أو الدخول على موقع الهيئة elections.eg في أي منهم أو الاتصال بالغرفة رقم 16 149. الحقيقة الهيئة تلقت أغلب الشكاوى التي تلقتها في غرفة العمليات كان كله استعلام عن مكان اللجنة أو ما تلقيته حاليا يعني قبل أن ينعقد المؤتمر بدقائق، إنه بعض المواطنين يخبروا أن بعض اللجان مغلقة، والحقيقة بعد التأكد ما فيش لجان مغلقة ولا حاجة، لكن إحنا بدأنا الرابعة ووفقا للقانون أولا ثم لقرار الهيئة الوطنية للمنظم أن تكون هناك ساعة راحة من 3 إلى 4، ساعة راحة من 3 إلى 4، وبالتالي في الفترة من 3 إلى 4 لا يستطيع إغلاق اللجنة، لكن هي ساعة راحة للقاضي. ولو نفتكر حينما كثرت الشكاوى وكان إقبال كثيف جدا، فأردنا وقتها أن نجهد القضاة ونخلينا في ساعة الراحة استمرار التصويت. كان كمان في لجنة 51 كفر الشيخ قليل، القاضي أحمد محمد سليمان عامر كان قد توفى شقيقه ونتقدم له بخالص العزاء، والحقيقة استمر في اللجنة فترة إلى أن استبدل بقاضي غيره فغادر لجنته، والحقيقة هذا هو ما ننتظره من أبناء مصر.